هصور لك اللي انت هتعمله وانت تعال اعمله. روح اقعد، روح اقعد بقى. ايه ده؟ ده في قبابي هنا. العيال صفوها من الخليه اللي هم عملوها. الخلايا الصغيرة. طب وبعدين؟ ما كده الانتاج زاد للدرجة يعني. طب هنوديهم فين؟ ولا سمسم؟ نعم بابا. الديدان كترت عندنا وبقى في علب كتيرة انتوا عازلينها. انتوا عزلتوا الأربع علب دول؟ عشان الكمية كبرت. ما عزلتوها من الخلايا الصغيرة؟ عايزين نعمل لهم خلية أكبر عشان تبقى أحسن. طب احنا كان في خليه احنا كنا مجهزينها كبيره وقلنا لسه ما عندناش كميه ليها. الكميه دي الكميه دي تنفع؟ تنفع يعني تيجي منها؟ تيجي. طب ايه رايكم نجيب الخليه القديمه ونبدا نجددها في الخليه الجديده ونبدا نعرف كمان اصحابنا معانا ايه احسن اكل وايه احسن علف يخلي القبابي بالمنظر الجميل اللي احنا شايفينه دوت؟ ايه رايكم؟ موافقين. يلا بينا. ده فعلا كتروا؟ فعلا. احنا عايزين نجيب بقى من اللي فوق ده. احنا حاطين الخليه القديمه فوق صح؟ اهي لازم نجيبها. ادي اول علبه معانا اللي كان فيها بيض. صح؟ ايوه. يا فاست ولا لسه؟ يلا بينا نشوفها. الله، دي بقت مليانه خنافيس. ايوه. اوعى يا زميلي، اوعى يا زميلي. استنى تعالى نطلع في النور كده. يلا بينا. اهو بص كده. الله. يا زل يا زل يا زل. سكيميتشر نادي. واو. يغدي 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 يغدي. بقت كبيره. طب دي كده لسه هترمينا كميه بيض رهيبه. جدا. بص. هم كميات. كميات كبيره. كبيره جدا. يغدي يغدي. واو. واو. طب وبعدين؟ وعايزين اكل كمان. جاهز. الحق دي الديدان كلها فقست. الله. والخليه كلها قلبت شراني وفقست. كلها فقست. طلع دود صغير من كتير جدا. يرقات صغيره. طب اوكي، بقول لك ايه؟ احنا هنعمل الخليه بتاعتنا الجديده، هنحط الخنافس مع الديدان وناخد الديدان اللي احنا عايزينها فقط. ماشي. ونسيب الخنافس واليرقات ونسيبهم كمان في اكلهم في العلف الجديد بتاعنا. لان شايف انت الكميات دي كلها؟ اهي دي كلها اهي. شايف دي ودي ودي ودي. استنى لما اور لكم. تعالى عشان اقفل النور بس نجيب الخليه. طيب دلوقتي احنا المفروض نجيب الخليه. طلع دي بره. يلا بقى نطلع حاجتنا كلها بره. يلا بينا. ايه ده؟ طب احنا المفروض دلوقتي بنشرب شاي وخنافس. طيب دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هب بقى هب بقى. دلوقتي بقى احنا هنجمع كل حاجه وهنرجع لكم عشان نوريكم الخليه الكبيره هنعملها ازاي ونعرفكم القبابي الاصل الاكل بتاعه اللي بيغذيه والبروتين بتاعه اللي بيخليه يزقلط بالكميه دي دين 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 ويخليه بالنشاط ده دين 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 ويخليه بالكثافه دي. طبعا انتوا مش مستوعبين الحجم والكميه بس كده انتوا فهمتوا. انها كمية رهيبة وسنعرف السبب وطريقة التغذية السليمة اللي ما ورناها لكوش في الخلية الصغيرة لان احنا نفسنا ما كناش عارفين حاجة، كنا بنتعلم. ودلوقتي هنوريكم الخلية الصغيرة واحنا بنضمها لخلية كبيرة جدا وهتبقى على نظام احسن واقوى وهتطلع انتاج اكبر وهنأكل منها كل اللي هنذكر لكم ان بياكلوا منها. عشان النهاردة عن الحلقة بتاعتنا دي هنعرفكم كل حاجة
القبابي بتتاكل منها لان هو علف حي وعلف ممتاز جدا 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 لكل هواة تربية الحياة البرية والعصافير الكناريا والزبرة والحسون والجاوي وحاجات كتيرة جدا لسه هنعرفها مع بعض، وغير كمان احواض السمك لانهم بياكلوا الاسماك، وغير كمان الزواحف لان العناكب والتعابين بالفعل، الزواحف والسحالي وعلى فكرة والورن. وعلى فكرة اقول لك على سر تاني، الميس الروسي والسوري بياكلوه، وده علف قوي جدا جدا ليهم. انا شاكك ان ممكن القطط والكلاب كمان نلاقيهم بياكلوه في يوم من الايام، بس هو انا اللي عرفته الجماعة الصينيين قالوا ان هما، هقول لكم يا جماعة المعلومة دي، هما بينشفوا اليرقات وفعلا بالفعل بياكلوها كغذاء مكمل قوي جدا جدا جدا. بس طبعا احنا مش هنقدر ناكل دود، احنا مش هناكل يا عم نتن معفن، انا مش هاكل الدودة دي، يعني انا مش هاكل الدودة دي في يوم من الايام، بس انا اخري ممكن احطها للعصفور ياكلها، للبطوط ياكلها، للمش عارف ايه ياكلها. بس تابعونا علشان نوريكم الخلية بعد ما نشرب الشاي بتاعنا. ده بيصور يا بيبي. طيب ودلوقتي احنا معنا الخلية القديمة، انا ما اعتقد انتوا فاكرينها من الفيديو اللي فات اللي كنا عاملينها زي مش عارف ايه. ده غطا الحلة، ودي الفرشة القديمة في الاطباق العجيبة اللي كنا عاملينها اهي. طبعا احنا عرضناها لكم في الحلقة اللي فاتت عن القبابي، ودي اهي الفرشة القديمة. طبعا دي فيها بيض، ودي الفرشة القديمة اهي. طبعا عبارة عن خضار ناشف مع قشر اكل العصافير، ودي احنا لقيناها حلوة مع طبعا الحاجات الاضافية اللي هقول لكم عليها. ودي الخلية الكبيرة بتاعت الخنافس، شكلهم بدوا وماتوا، بدوا وماتوا، وشكلهم ماتوا من الجوع، ماتوا من الجوع ما عندهمش اكل. والخضار المكتوب اهو، خضار. طب في تحت بيض، اوعى هيتشاف الزبرة، بيتشاف المكتوب، تصدق بس الخنافس دي ما ماتتش ولا ماتت؟ ماتت من قلة الاكل؟ متأكد؟ لا، لان اخر مرة حطينا لهم اكل، حيش والدها. طب عموما هو احنا كده، اما ده كده بقى احنا هنرجع نصفيهم دول عشان يتحطوا علف للسمك، صح؟ خلاص ما هم لهمش لازمة. طيب ودلوقتي يا جماعة احنا هنصفي طبعا الخنافس الناشفة بعد ما بتحط البيض بتاعها. طبعا عندنا الفرشة دي بقت مليانة بيض، يعني هتطلع لنا وتفقس وتطلع كمية تانية زي دي. وعندنا دلوقتي الخنافس اللي هنا ديت لسه طبعا ما ماتتش، هي طبعا معروف ان هي بتموت بعد ما تبيض، البيض بتاعها كامل بعد ما تخلص بيض بتموت طبعا، وتسيب حوالي 200 بيضة. ده الخنفس اهو بتاع القبابي بيسيب حوالي 200 بيضة او 300 بيضة، 250 بيضة. وطبعا بتاخد فترة للتفقيس، وبيبدأ يبقى عندنا نلاقي ديدان صغيرة جدا جدا جدا، وتبدأ تاكل وتكبر لما تبقى بالوضع اللي انتوا شايفينه دوت. ودلوقتي طبعا احنا ايه اخترعنا اختراع، هنخترع اختراع خطير احنا نفسنا مش عارفين هو صح ولا غلط، بس احنا شايفين ان ده افضل حاجة، ان احنا هنوحد بقى الجبهات بدل كل اللي احنا هرس اللي احنا عاملينه وعمالين نطلع في ديدان ونشوف ده استوى وده باض وده عمل. احنا بقى عاملين خلية دولاب صاج نايمناه اللي كان للمايس، هناخده وهنحط فيه الفرشة القديمة، وهنحط معاها كل القبابي اللي عندنا، وهنحط معاهم كمان الشرانق. طبعا الشرانق بتاكل البيض الصغير على ما سمعت، بس هم لو عندهم اكل مش هياكلوا بيض ولا هياكلوا ديدان ولا هياكلوا حاجة، اهم حاجة الاكل يكون متوفر والمساحة تكون متوفرة ودرجة الحرارة كمان تكون مظبوطة. وتابعونا عشان نشوف الخلية واللي هيتعمل فيها. وطبعا احنا عارفين ان القبابي ديدان خضار، وان هي مهمة جدا جدا كعلف للحيوانات، هي مهمة جدا كعلف للحيوانات وكعلف للطيور. ده اسمه علف، ده اسمه علف ايه؟ علف حي، اسمه علف حي، ده علف حي للمايس وللعصافير وللزواحف بشكل عام، والاسماك
وللاسماك كل الزواحف بياكلوه. وبالذات طبعا احنا اللي كان عندنا بيحبه قوي كان الحرزون زوكشا كان بيحبه جدا هو والورنة رورو كانت بتحبه كانت بتاكله. وطبعا الاسماك عندنا كلها بتاكله وبتحبه. وبكده احنا هنوريكم الخلية بقى الجديدة وهنوريكم ازاي احنا هننقل كل دول في مكان واحد وبطريقة كويسة وهيكون نسبة الرطوبة برضو مش عالية علشان الصيف السنة دي جاي جامد وممكن يموت لنا الانتاج بتاعنا كله. وطبعا احنا بنستفاد بالحاجات دي كلها اللي انت بتلعب بيها دي يا يوسف. احنا بنستفاد بيها بان احنا بنأكلها للطيور والحيوانات عندنا. فاحنا نضطر بقى نعمل خلايا كبيرة ونوريها لكم. وطبعا دي بمساعدة يوسف ومساعدة سمسم وبمساعدة ماما لولو طبعا عشان هي اللي بتوفر لنا الاكل. طب انا بقول ان ده نخليه لما نفرز الخنافس اللي هتنزل علف صح؟ هو ده ميت ولا بيلعب؟ ده ميت ميت وناشف يعني ده باض كده شور 90% يعني دي كده مليانة بيض دي كده مليانة بيض على عينها صح؟ طيب اوكي عامة بقى في حاجة انا حسيت ان في حاجة بتتحرك صغننة بص اهو لا بقى بيتحرك هناك اهو في ده في دول صغير قوي واخد بالك ده شفته بالعافيه ايوه ما هو في فأس يا خرب على رفعها يا بابا. طب يبقى كده احنا ديت هنعمل ايه؟ هنحطها بقى ديت مع الديدان ديت ولا هنعمل ايه بالظبط؟ لا الديدان سيبه لما يكبر يعني نخلي دي لوحدها. ياه زغنطوطه جدا قد النملة قد النملة ايوه اصغر كمان. اصغر من نملة كمان ايوه ما انا بقى عايز اعمل ايه؟ احنا عايزين نحط جراية كبيرة وفي الوقت ده كل اللي هنعمله ان احنا بنفرز كل فترة بنطلع الخنافس الميتة وبنطلع الديدان اللي احنا محتاجينها لاكل حاجتنا وبنسيب الباقي يكبر براحته ويبيض ويكبر ويبيض ويكبر واحنا بناكل. يعني نقدر نقول ان احنا بنعمل خلية كبيرة. انت بتاكل منه ولا ايه؟ انا افتكرت اخدت واحده بتاكلها والله والله افتكرت حياه ربنا يا يوسف بقك يا انت كنت بتقزقز واحده؟ لا انت شكلك كنت بتاكل دوده انت فاكر نفسك حسون تجرب ايه يا ولا معفن انت؟ اجرب هيجرى حاجه يجرى تحول تتحول لدوده مان عادي الصينيين يا عم احنا الصينيين بس يا مراكش وحش على ياكلوا الدود. نعم ودلوقتي تابعونا واحنا بنوريكم الخليه الكبيره بتتعمل ازاي وان احنا نجحنا في الخليه اللي فاتت وهنبدا ايه ده في ديدان هنا كمان مع ال لا 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 دي شرانق خنفوس اهو لسه بيجري خنفوس بطوط عامل ميت بس احنا بنصحي اهو وده الخنفوس اللي احنا يا جماعه عاملين عليه الحلقه كلها هو مغمى عليه دلوقتي وماسك في ايدي وبيقول لي الحقني اهو اهو طبعا كده انتوا شايفينه كويس جدا خنفوس القبابي ركز كده اهو خنفوس يا ماما خنفوس القبابي. وبكده احنا وريناكم الخليه الكبيره بتاعتنا احنا عملناها ازاي وهنكمل فيها ازاي. لا اصبر ما تحطش الاكل بقى الاكل كله هيبقى على بعضه. بص انت حطيتها تلاقي دوده لقطت على طول. الديدان هذه جوعانه جدا وعايزه تاكل الاكل بتاعها الصحي. دلوقتي هنعرفكم كمان يا جماعه الاكل الصحي بتاعها اللي يخليها تنفش بسرعه جدا جدا ويخليها تكبر بسرعه جدا جدا. خلي الدوده بصي كده وقلت لبابا امال ايه؟ ده مش هيبقى دوده ده هتبقى وحوش تاكلنا. وانا يلا تابعونا يا جماعه من الخلايا العظيمه بتاعتنا وهنشارككم الحدث عشان نقول احنا نجحنا ولا لا. واحنا بنجهز الوجبه بتاعتهم بسرعه وقف الاغاني عشان نقدر ان احنا نصور. ودلوقتي احنا عندنا الوجبه بتاعتهم عباره عن اوراق كابوتشي وطبعا احنا حطينا لهم امبارح ربع كيلو دقيق انتوا شفتوا ده معانا. دلوقتي احنا بنفرد لهم اوراق الكابوتشي اللذيذه عشان هم يقدروا ياكلوا المجموع الخضري مهم ليهم. وطبعا احنا هنغيب عنهم حوالي 3 ايام فاكيد اكيد الخضار ده مش هيخلص. طبعا انتوا شايفين كميه الخضار هي كابوتشيا يعني مش حاجه كبيره هم اكلهم بسيط جدا وحاجه جميله خالص وما بيتعبوش زي ما قلت لكم في اول الحلقه. ودلوقتي هنعرض لكم القبابي بعد تاني يوم وضعهم في الخليه بتاعتنا والراس دي انا هقشرها واكلها. خليكم معانا وتابعونا.
طبعا احنا ده الدولاب. الدولاب يا جماعه عاملين له غطا طبعا طوله حوالي متر ونص. 2 متر. اه طوله 2 متر. 2 متر وعرضه نص متر 60 سنتي. ومن جوه مقفل. طبعا احنا هنحط فيه الفرشه بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ قشر قشر اكل العصافير. طبعا زي ما احنا شايفين اهو عصافير فوقنا. فممكن طبعا ان العصافير دي كلها بتنزل قشر عليهم عادي. اه بنطلع هات بقى دلوقتي الفرشه. هات الفرشه القديمه دي. دي الخنفوس. طبعا دي الخنفوس يا جماعه. دي الخنفوس اهو. برج 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 بيلعبوا مصارعه. واحنا هنجرب بقى نحط الخنافس مع الديدان لان هما لو الخنافس بتاكل الديدان يعني كان من اول الموضوع خالص ما كانوش فضلوا من اول الخليقه. صح. لا كانوش فضلوا لحد لما احنا اكتشفناهم كان زمانهم انقرضوا. لكن طبعا احنا ناس بنحب نفتي فنقعد نقول اصل الخنافس بتاكل الدود وبتاكل البيض. طب هي هتبيض وتاكل بيضها ازاي يعني؟ في افوره في الكلام. فطبعا احنا ما مش عارف انا. فاحنا طبعا هنعمل الصح اللي المفروض انه يتعمل ان احنا نوفر لهم بيئه طبيعيه. والبيئه الطبيعيه نسبه الرطوبه تكون عاليه ونسبه الهواء تكون كويسه وفي نفس الوقت التغذيه السليمه. وطبعا اهو ادي اول حاجه هننزل الخنافس باليرقات. نزل يا حبيبي. جميل قوي قوي. وطبعا احنا زي ما احنا شايفين هي مش واخده اي حيز. اهو. يعني مفيش اي حيز خالص. طبعا في دود اهو. اه لا سيبه. اه الدود بقى لسه هيتحول لشكل. ودلوقتي احنا هننزل الفرشه الزياده اللي عندنا اللي كان فيها بيض. القديمه. القديمه اللي شايلينها بالبيض بتاعها. ما تفردش يا سمير وسيبهم هم يفردوا بنفسهم. انت هتفعصهم كده. كده انت هتفعصهم. لا لا ما تفعصش. ما تفرطش. نزل. وادي الفرشه القديمه بالكامل. ودي طبعا فيها بيض. فيها بيض ولسه هيفقس. ايوه حط القديم كده. كوم القديم عندك. جمع القديم عندك. خلاص ليها اجنحه سبحان الله. ايوه ليها اجنحه. يلا ده ليه جناح. وادي الفرشه القديمه بتاعت الخليه اللي فاتت لو تفتكروا اهي. التالتة والرابعة جاية. انتظر. هتقول لي طبعا القشر ده كله بتعمل بيه ايه؟ هقول لك القشر ده وسط جاي بيهم. انا لما بحتاج منهم حاجة باخدها والباقي بيفضل موجود. ادي ده بتفضل موجودة والخنافس بتفضل موجودة. ما باخدش بيض وما باخدش ورقات. اكيد انا ما باخدش ولا باخد خنافس. انا باخد الديدان البلغة فقط. ودي حاجة كويسة تخليني اغذي الحاجة بتاعتي وفي نفس الوقت بقى عندي كمية كبيرة شغالة انا بعتمد عليها في التغذية السليمة. كل اللي محتاج بروتين يكون لايف يكون حي. هات بقى سيبهم زي ما تقعدش تودي سيبهم. وادي كمان ده المستنقع الكبير ده بقى. ده اللي مليان بيض. مليان ديدان صغيرة كده. ودينا نزلناه مليان ديدان صغيرة كده جدا جدا. اهي بتتحرك. اروح اجيب لك الدود. اهي بتتحرك. صدق في دود كتير قفص. اروح اجيب الدود اللي بره. خد. لا هات الفرشة الأول. هات الحاجات اللي عندك دي كلها. ده القشر وراه. ودي كمان. كمية حلوة جدا. هتجربي. ايه دول؟ ايه دول؟ طب هتجربي. الحمد لله. ماشي ولا على ايه ده؟ هتجربي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ روح لما الكفته دي ارمي الكفته دي في الزباله وهتلاقيها لنا كفته. يلا يا ابو كفته. حط الميت للصاحب. مش هيعمل له حاجه. هي النقطه كلها ان انت بقى تقعد تفرز مع الوقت وتطلع لنا الايه؟ ها؟ الميت. الميت كله على طول السمك. فاحنا دلوقتي الخنافس الميته يا جماعه احنا بن طبعا الخنافس الميته بن بن بنحطها من خنفس ابيض من خنفس اسود. انا اقلب لك خنفس ابيض من خنفس اسود.
طبعا الابيض ده بقى طري لسه طالع من الشرنق حالا. اهو لسه طري ازاي؟ لسه طالع من الشرنق. لونه ابيض. لسه طالع من الشرنق. لونه لسه اسود. سبحان الله. انزل بقى. ده طبعا طري جدا. الفرشة دي الفرشة عبارة عن أكل عصافير. كبها هناك. فضي كله وزعها. وده طبعا وده طبعا يعتبر بروتين حي. قلت لك شيل خليها في الجردل. ارمي في الجردل يا لم في الجردل الكفتة. لم الكفتة في الجردل وما تقعدش تفركت فيها. بني آدم عاقل يمسك لي خرف ايده يعملوا لي كده؟ ما شفتش انتعمة ولا ايه؟ ده ايه اللي شخخ ده بقى القط؟ صح؟ هو لما بنشوف ان هو عايز انت ليه ما بتغطيهاش يا معفنين؟ يا عم المنتن انت ما بتغطيهاش ليه؟ انا بنحطها تحت هيخش ازاي ما تحطش ما اعرفش بيخش ازاي بتحطها دي كده طيب مش لم الكفته بقى خلي يعملها لي كده لكلب معفن معرس عليه. ودلوقتي زي ما احنا شايفين يا جماعه احنا نزلنا الفرشه خد يا معفن خد يا يوسف. ودلوقتي زي ما احنا شايفين يا جماعه سمير خد الفرشه بتاعت العصافير وفندها في الارضيه بس طبعا واضح ان هي كبيره جدا عليهم احنا يعني ما استوعبناش ان الكميه ان المسافه مساحه كبيره قوي كده بس طبعا خلاص احنا فضينا ايه العصفوره المجنونه فطبعا سمير دلوقتي هيمد ايده هيفرد لنا كل بقى الاجزاء ديت وهيسيبهم بقى هم يهنوا دول يسرحوا بقى براحتهم فضي بقى ساوي 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 كله مفيش دول وهم هم كل واحد ايوه سويت لا لا نزل بقى دول كمان شويه عليهم وادي القديم اروح للدوش مع الجديد روح هات الديدان اصلا وادي القديم كده مع الجديد مع البيض مع الخنافس مع الكله كلها لان انا بصراحه شايف ان ده احسن وصف يقدروا يعيشوا فيه ان هي يبقى تبقى متكامله يعني 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 يبقى فيه خنافس بتاكل وتشرب وتبيض وبتموت والبيض بيفقس ويطلع شيران زي ما احنا شايفين احنا كل اللي هنعمله ان احنا هناخد الديدان البلغه فقط ونسيب الباقي كله وبكده سمير هيبدا يوزع لنا بقى الاطباق بقى كوم كوم هنا كوم هنا كوم هنا كوم هنا ادي اول كوم اهو سيبه يفرد نفسه براحته اهو طبعا احنا زي ما احنا شايفين بيفرد نفسهم بيفرد نفسهم ادي كوم هنا اهو حلو جدا زي ما احنا شايفين الكميات يا جماعه كميات كبيره وحلوه ودي خنافس كمان اهي طلعت دي وطبعا هما كده يعني هم بيفردوا نفسهم فرشة القديمة وادي كوم حتى ياسف وادي كوم بدأوا يفرشوا نفسهم اهو ما تفردهمش سيبهم هم كوم ثالث وادي كمان وادي كمان كوم مجموعة كمان وادي اخر مجموعة اخر مجموعة وادي اخر مجموعة طبعا احنا مش هنقعد بقى نفرز دودة دودة والكلام ده احنا بنفرز الديدان اللي احنا مش لازم تلزقها كده قوي يعني ودلوقتي كده بقى معانا الكمية كلها اتفرجت وعندنا تاني حاجة هنعملها دلوقتي هو اللي احنا هنعمل ايه هنبدأ نحط لهم العلف بتاعهم اللي احنا متأكدين انه هيحبوه يعني هو طبعا علف لازم يدخل فيه دقيق وده اللي انا اتاكدت منه الدقيق ده دقيق شوفان شوفان دقيق ذره ودقيق القمح ونشا طبعا وكل ده بيساعدهم ان هم يبقى تغذيتهم سليمه ومع الخضار طبعا وما ننساش هم حتى العيش الناشف بياكلوه فاحنا بنحط لهم من علف الارانب بتاعتنا ومن علف الـ 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 القوارض اللي هي الميس وطبعا زي ما انتم شايفين الخليه عرضها 2 متر في 60 سنتي وهي حجمها كبير جدا واحنا عملنا التجربه دي لان احنا شايفين ان هي هتبقى انجح
موضوع هيجمعهم وهيخليهم ياكلوا بطريقه كويسه. ودلوقتي هنوريكم واحنا بنقدم لهم العلف. ودلوقتي يا جماعه معانا اهو الخليه. هنعمل ايه دلوقتي يا اسامه؟ هناكلهم عشان هناكلهم. طيب شايف دلوقتي الفريده نفسهم بعد 10 دقائق بالظبط وهم خلاص كده ما فيش اي كبر. اقول ان هنا ده دخل اتفردوا اتفردوا ونزلوا تحت الفرشه الجديده. وطبعا دي حاجه بتخليهم ياخدوا راحتهم في الاكل وفي المساحه. واحنا عشان برضو نقدر نغذيهم فهنوريكم بقى. لو سمحت يا سامي هات العلف بقى بتاعنا. دلوقتي هنوريكم العلف بتاعتنا. احنا طبعا بنحط لهم علف خضروات والاعلاف الدقيق والدقيق ده دقيق ده اهم حاجه. ده دقيق قمح. افتح الدقيق. وطبعا احنا بنجيبه مطحون اذا كان دقيق قمح او ذره او شوفان. بنجيبه افتح ورشرش. يلا رشرش بالراحه. رشرش على الوش. ايوه خليها كلها بيضه. ليبي ليبي كده وظبط. يلا هات هات هات. ممكن تفضي في الطبق وبعد كده تبقى تفضي في البتاع. لا ده ما تقعدش تطلع معايا بقى. اوعى بقى. يلا وزع زي ما انا بوزع كده. طبعا احنا شايفين التوزيع دي يا جماعه كاننا بنرش سكر بودره لان دي الطريقه الوحيده اللي بتقدر توزع بيها دي. روح هناك بقى انت هناك بقى توزع بيهم دي وتبتدي ان انت توزع بالطريقه دي بحيث ان انت تخليها كلها زي ما تكون بيضه بترش سكر. الكلام ده في اي دقيقه. دقيق ذره، دقيق شوفان، دقيق خد في الركن اللي هناك. الركن اللي هناك ما خدش حاجه خالص. ايوه رش فوقهم كانك بترش ملح على الاكل. كاننا بنرش ملح على الاكل بالظبط يا جماعه. طبعا هم بيستفادوا بيطلعوا ياكلوا الدقيق. الدقيق مش عايز عندي هنا يا يوسف ولا غطي عندك. طبعا ده بالنسبه لهم علف بسيط جدا جدا في اكله وبيغذيهم جدا جدا وبيخليهم في وضعيه التغذيه. طبعا ده كده اللي انا حطيته ده ربع كيلو. ربع كيلو دقيق في الوجبه. اذا كان دقيق ذره او اذا كان شوفان او الى اخره. طبعا دوت غذاء للخنافس او دقيق قمح او دقيق ذره. وطبعا ده مع الخنافس بياكلوه ومع الديدان بياكلوه وبياكلوه كويس جدا جدا. ودلوقتي كمان هنحط مع الدقيق بتاعنا هنروح حاطين بعض الخضروات. هنشوف بقى النهارده هناكلهم ايه خضره. اول يوم ليهم النهارده اهو. هنحط لهم الدقيق بتاعهم وهنحط لهم الكنتالوب. هما بياكلوا القشور كويس جدا جدا. بنحط كده زي يعني زي ما هو عشان هما اهو. بنحط كده بالترتيب بالترتيب بالترتيب. رص بالترتيب يا يوسف عشان يسمح لهم ان هم يقدروا برضه ياكلوا. يبقى عندهم علف اخضر ويبقى عندهم العلف الدقيق. طبعا احنا بنعرف ان هم كانوا الدقيق لما ما بنلاقيش حاجه بيضاء. والخضار لما بيتاكل طبعا ويخلص. ويبقى الوضع زي ما انتم شايفين كده. طبعا هم بيسعوا كويس قوي عشان يقدروا ياكلوا ويقدروا يوصلوا لاكلهم. ويا رب الخليه دي تنجح. ادعوا لنا. احنا بنعتبر ان ده نجاح ان احنا نجحنا في الخليه اللي فاتت وعملنا كميه كويسه قدرنا ان احنا نفرزها. وزي ما انتم شفتوا برضو البيض في الخليه الاخيره. بس طبعا احنا مش هنكمل. احنا جمعنا الكل في محلان واحد وعملنا له تهويه كويسه ليه. وبكده احنا قفلنا عليه كمان فاصبحت ان دي خاصه بيهم وفي نفس الوقت واسعه وهتديني انتاجيه اكبر واعلى بكتير جدا جدا من اللي انا باخده. وتابعونا عشان تشوفوا الجديد ان شاء الله. وقبل كل ده طبعا انتوا شفتوا كل اللي احنا عملناه وشفتوا الخليه معموله ازاي. انا وسمير ويوسف وماما طبعا ماما لولو تعبنا فيه. يلا يا يوسف يلا يا يوسف. انا اللي بتصور. انا مش صور سيلفي انا بصور نفسي. يلا يا يوسف يلا يا سمير يلا بينا. يلا تعالوا بقى علشان خاطر نكلم اصدقائنا ونقول لهم على المعلومات المهمه اللي لازم ياخدوا بالهم منها قبل لما ايوان كده احنا جينا. يلا تعالوا.
كده انا معايا سمير ويوسف وهنقول لكم الطريقه الجميله اللي احنا ابتدينا فيها. الطريقه الجميله اللي احنا ابتدينا فيها، ما انا مش عارف انت المره دي تمسك التليفون ولا تطلع براسك، يعني عايز ابقى كده يبقى انت تمسكها انت. أشي. امسك امسكوا الايد دي، هات كده بس. ودلوقتي يا جماعه احنا عرفناكم كل حاجه عن القرابي مبدئيا. المشروع اللي ابتدى مين؟ سمير. ابتديته بكام؟ 5 جنيه دود، كانوا حبه صغننين كده. 5 جنيه دود، ماما لولو ما زعلتوش، جابت له 5 جنيه دود. قال انا هعمل الخليه، وقعد بقى يجتهد في الخليه علشان يعملها. فطبعا احنا ساعدناه وجبنا له الخزان بتاع الميه، وجبنا له الاطباق بتاعه الكهرباء، والراجل قعد حط فيها شويه الورق. وكان طبعا بقى يوسف له بقى عامل كبير بقى ان هو يساعده. عملت لنا ايه يا يوسف؟ مش انت اللي جهزت الورق وجهزت الاطباق الاضافيه؟ ايوه جهزت له كل حاجه، واحنا الاثنين حطينا الدود. اه وهم الاثنين حطوا الدود، وسمير يوسف كان بيعزل الخنافس عشان يعرف يخليها بيض. يعني ما اعتقد انت كنت بتخليهم، انت كنت بتبيضهم يا يوسف. أيوة كمان. ايوه ايوه يوسف كان بيمسك الخنفسه خنفسه يقول لها بيض يا خنفسه، فيعني بيض وجاب بيض سبحان الله. المهم يعني ان في الاخر خالص الخنافس باضت والبيض فقس، وبقى دودو كتير كتير قوي زي ما انتم شايفين كده في الاطباق الكبيره العظيمه دي. وطبعا يعني ايه دلوقتي احنا عملنا الخلايا العملاقه، يا رب الخلايا العملاقه تنجح وتغطينا وتكون عجبتكم الفكره، ونتمنى ان انتم تعملوا زينا وتعملوا اكتفاء ذاتي من البروتين الحي بالنسبه للاسماك الزينه وللطيور، للطيور والطيور والطيور بالاخص، لان ده افضل بروتين للزغاليل، الكناريا والفراوله. الجماعه اللي بيربوا الكناريات بقى وبيربوا الانواع اليافته يعني. زي الزبره والجاوي والزبره والجاوي واو الفراوله طبعا، واليمام الماسي. واليمام الماسي بياكلوا فعلا، والفراخ كمان بتاكلوا على وحمام على فكره كمان بياكلوا، كمان بياكلوا. وبرده يا جماعه السمك بياكلوا، والسمك فعلا يا يوسف كل انواع البلدي بتاكلوا. والزواحف بتاكلوا، والحشرات الزواحف زي الورمه وال العنكبوت. العنكبوت الكبير يا سامي يا يوسف، انت اسمه أيوة. تريلا الرتلة. ولا ريتلا؟ لا ريتلا. انا بسمعها تريلا. لا و الرتلة المصرية. ايوه التريلا واللي ايه وليه بقى والترانشيلا كمان. يلا مش هنخلي حد او كيرلي هير او مش انا بقى والاقرع هير كله بقى، بس انا ما باكلوش. زلبطين والزلبطين وهير، فيعني ايه المهم يعني ان هي ايه بياكلوا الزواحف وبياكلوا الحاجات ديت والحيوانات. المايز بياكلوا، والبتاع ابو زلومه ده يا واد الصغير اللي عامل زي لومفد اللي بيشوك ده بياكلوا. بياكلوا برضه. والهامستر السوري. والهامستر السوري والمايز. وماما هي بتقول لك من جوه ايه، والتعابين والتعبان الدساس. ولد التعبان الدساس يا جماعه بياكلوا عشان صغار. ولد التعبان الدساس هتحتاجه ايه يا واد انت وشك مش طالع ليه ولا ليه الواد ده مش عارف الواد كل ما اكلمه ابقى اهو بس خلي ايدك كده بقى. والبتاع اللي لسه بنقول عليه ده الولد بتاع التعبان الدساس. احنا عارفين طبعا الافاعي الدساسه دي بتبخ بقها، طب تولد من بقها، فطبعا هي بتولد كميات كبيره. والتعبان الدساس بيبقى صغنن اول ما بيتولد كده، اللي بيليه بيصغنن. فطبعا ده صعب بقى يبلع فار بقى وقطه وكلب والكلام ده، فبتحط له القبابي بقى. القبابي دي بالنسبه له وجبه سميكه. البروتين كله يعني، هي البروتين كله في القبابي. يا رب ايده ما تنزلش تاني. بص بص مهزوزه ازاي، عمال يعمل كده. ايه يا ابني ده يا ابني، انت عمرك مسكت كاميرا ايه؟ لا. ودلوقتي اهو اهو عشان نريح، عشان نريح بولتك. يا صور انت يا عم. ثانيه. ايوه ماشي. ودلوقتي انتوا عرفتوا معظم اللي احنا عايزين نقوله لكم عن القبابي وال ما تخافش دول كده بيتشالوا بعد الفيديو وما بتشوفهمش، بتشوف وشك انت يا ياسر. ودلوقتي احنا وطبعا احنا ريحنا دماغنا. ليه بقى؟ هنقعد نقول خليه وجايبين بتاع المونيا بتاع الستانلس عاملينه للخنافس. أيوة. والاطباق اللي فوقه، اصل كل طبق شايل خنفس والد، حوار يعني يخنق. بس طبعا احنا بسطناها، جبنا البتاع الدولاب السحري دوت
وعملنا له سلك بقلاوه. السلك مش بقلاوه ده سلك ايه؟ سلك مربعات وفوق سلك ناموس غريب كده ناموس عشان وفي عصافير بلدي ما تاكلش الدود بتاعنا بتخش فيران الزغننه تخش تاكل الدود بتاعنا وطبعا الديدان دي احنا بناكل بيها بقى ايه يعني حاجات معينه يعني ما بناكلش. طبعا هنوريكم جنينه الحيوانات بتاعتنا اكيد يعني وهنفرجكم على اصل ايه حياه الحشاب دي مليانه خنافس مليانه حشرات يعني مليانه كائنات غريبه كائنات غريبه. بص جنبي كائنات غريبه اهي ما دي من ضمن الكائنات فضائيه احنا اهي الكائنات فضائيه حواليا وانا الفضائي بتاعهم اللي كان بص لابس نظاره عامله ازاي عدسه اسمه ايه ولا غاندي عدسه غاندي خلوا بالكم عدسه غاندي كان بيربي دود برده زي. فطبعا دلوقتي احنا بقى عندنا خلايا ضخمه ويا رب تنجح علشان لو فشلت انا هعيط. ليه؟ عشان مجهود انا والعيلين دول هيبقى راح لمده سنه ونص واحنا قاعدين على 5 جنيه دود نربي فيهم وكمان التعب والتعب طبعا احنا تعبنا ب 500 جنيه مش ب 5 جنيه فطبعا يعني هنتابعكم وهنقول لكم احنا نجحنا ولا لا وانتم بتردوا علينا في الكومنتات وقولوا لنا ايه رايكم في الافكار الجميله ديت ولو مش جميله قولوا برضو احنا مش هنتكسف احنا عايزينكم تقولوا الصراحه يعني قولوا الصراحه يا جماعه قولوا الصراحه اللي عايز يقول لنا انتوا نجحتوا نجحتوا اللي يقول انت بس انا شايف ان احنا نجحنا ابو 5 جنيه دود عمل لنا العواميد العجيبه بتاعت سمير ويوسف دي وقلنا ماشي يعني وقلنا ماشي ابص الواد بيتوب جنبي عيني من كتر القعده عايزين بقى ايه ننجح رحنا رحنا لمين بقى الديدان كلها واللي فايس واللي فايس واللي بايض واللي كله واللي ميت واللي يرقات واللي كبير اللايك. اول ما تشوف الفيديو راضي الواد ده وارزع اللايك وانت عايز ايه اشتراك وتفعيل زر الجرس والواد ده بيقول لكم اشتراك وتفعيل زر الجرس يبقى كده احنا قضينا المصلحه عشان احنا عرفناكم معلومات مفيده ودليناكم ازاي تعملوا الخلايا العملاقه لدود الكبابي وازاي تنجح ب 5 جنيه تعمل كل الزحمه دي 5 جنيه بس 5 جنيه دي وتقعد جنبها سنه ونص على ما تعرف تعمل الكميات اللي انتوا شفتوها معانا النهارده سنه ونص بقى يا ريتهم بياكلوا ده. حتى يعني هم مش اكلهم مش مكلف خالص رعايتهم هي اللي مقرفه ان انت يبقى في حاجه عندك صغيره زي دي وبتاكلها كل شويه حاجه دي حاجه دي وتفضل تنقيها او تقول لي اصل الخنفسه ولدت فاست يعني باضت فاهم حاجه تقعد جنب خنفسه تقول لي باضت ولا لا خنفسه قد كده دي لوحدها نصيبه انك تقعد جنب وبعد كده تقعد جنب الدوده لما تكبر يا صبر امكم فالعيال دي صبرت سنه ونص عشان تطلع الكلام لها بقى الكلام الجميل ده وفعلا والله هو ده عمل اكتفاء ذاتي للطيور فاحنا دلوقتي عملنا الخلايا العملاقه اللي هي خليه اسمها خليه ايه عايزين نسميها اسم امسك عايزين نسميها اسم تعالى جي تعالى هنسميها خليه ايه يا يوسف خليه المحنكر تعالى تعب حنكر انت ده القط المحنكر بتاعنا ده القط المحنكر جي لقيط جي ده بقى جابه كرش مش جي لقيط بصوا كرشه بقى كرش حبل حبل بس يا واد ما تخبطش يا واد عليه كده حبوب الدبلوم ودلوقتي احنا معانا جي اهو بنقول لكم يا جماعه احنا نجحنا في ابو 5 جنيه دود وبقى عندنا دلوقتي خلايا كبيره عظيمه نسميها والخليه دي بقى فيها دلوقتي اعفى من بتاع دخلت في بتاع 3 كيلو صح اكتر كمان دخلت في بتاع حوالي 3 كيلو وطبعا دلوقتي احنا نقلناهم شفتوا دلوقتي عاملين ازاي فسافيس في المكان الكبير اللي احنا حاطينه واحنا نفسنا ونامل ان احنا في يوم من الايام ان ده يتملي ونعمل منه بس طبعا مش هنقدر نعمل بقى خزان كده نعمل اوضه مثلا لا اكيد هنجيب خزانات تانية زيه كده ونبدا ان احنا ان شاء الله نزود انتاجنا وهنسمي انت كده جبت كرشي ارفع من كرشي كده شويه لو سمحت اطلع كده بعيد عن كرشي اطلع بعيد عن كرشي وطبعا ايه هنقول ايه تاني خلاص احنا عايزين نسميها بقى عايزين نقفل الحلقه بس عايزين نسمي الخليه هنسميها اقول لك انا الدود ده عدده كبير قوي 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 ايوه بحس ان هو عامل زي ما يكون زي اولاد نمنم خليه المليون فاحنا خليه المليون دوده لا يا راجل احنا ناقص نقعد نقول الاسم الكبير ده هيبقى اسمها خليه نمنم ايوه صح عشان فيها اعداد كبيره من النمنمه منمنمه يبقى من النهارده احنا هنسمي حتى الفيديو بتاعنا كمان هنسميه خليه نمنم للقباب خليت نمنم للديدان نمنم 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 للديدان الايه نمنم ديدان القبابي ولا ده بقى الميل ورم ولا ده اسمه ايه الويجلر اسمه ايه الرود ويجلر ولا اسمه ايه الرود فيجر فيجر مين يا عم هي القبابي او الميل ورم
السوبر ورم. السوبر لا ده السوبر ميل ورم ده السوبر ورم. ما هو ده هو ده خلاص بقى السوبر لما كبر قبل ما يتحول. ده بقى ما انا عرفت بقى السوبر ده بيتعمل ازاي زميلي كي. وده عن طريق ان انتوا تغذوا بالدقيق انواع الدقيق المختلفه اللي احنا حتى قلنا لكم عليها. حتى الفول تحطه في الكبه تخليه بودره. بودره الفول تحطه في الكبه تخليه بودره وترميه للديدان. هم بيحبوا كده قوي وبيبقلظوا وبيزقلطوا وبيكبروا وبيحبوكوا وبيخلوا العصافير تاكلها. خليك نمنم خليك نمنم فرحانه بيكوا وبتقول لكم دعمونا. سلام سلام.